شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. أسألك سؤال، أسألك بالله اللي تسمعني الآن، مقاطع ولا روابط في جوالك أحب إلى قلبك من الله؟ أنا عارف إن الجواب إيش، لا. طيب كيف مخليها في جوالك إلى الآن؟ أسألك سؤال، بكى الدخان ولا كيس نشوك أعز إلى قلبك من الله؟ أسألك بالله، ما تبغى الجنة؟ طيب كيف تبغى الجنة وانت ما تبغى تقدم توبة؟ انت ما تبغى تعيش مع القرآن وفي المساجد؟ بالله ما جاء الوقت اللي تتوب فيه لله؟ أسألك بالله، ما جاء الوقت اللي تفرح فيه الله؟ أسألك بالله، ما جاء الوقت اللي تسلك في طريق الجنة؟ والله عز وجل يقول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.